مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحياة، وأهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة في برنامج الحياة في مصر. كل سنة وكل المصريين بكل خير. هلال العام الهجري الجديد بيزين سماء مصر، وكمان بيساعد على رؤية أربع كواكب، وبيصل للبدر في 25 سبتمبر، وبيندثر تدريجيا لحد ما يوصل للتربيع الأخير في 2 أكتوبر إن شاء الله. كمان التوافق الفلكي اللي أسعد المصريين هو إن النهاردة تزامن رأس السنة الهجرية مع رأس السنة القبطية، لتعلو أصوات الابتهالات والترانيم مع بعض. وده سادس مرة على فكرة في التاريخ بيتوافق رأس السنة الهجرية مع القبطية. ومن امبارح بقى المصريين مسلمين وأقباط بيهنوا بعض. يعني معانا النهاردة أخبار عن التغييرات والأحداث السريعة اللي بتحصل في البلد كل يوم، واللي بتأكد لنا إن مصر إن شاء الله هتبقى قد الدنيا، وبالفعل ده بيتحقق على أرض الواقع وكلنا شايفين ده. وكمان معانا أخبار كتيرة عن النهضة التعليمية والإصلاح الاقتصادي، وده بفضل قيادة سياسية حكيمة بتستهدف البناء والتنمية، وبفضل جهود أبناء مصر المخلصين. تعالوا نبدأ فقرتنا الصحفية اللي هنبدأها بأهم وآخر ما جاء في عناوين أخبار ومنشتات صحف بكرة الأربعاء 12 سبتمبر 2018. هنبدأها مع حضراتكم بجريدة الأخبار. عنوان جريدة الأخبار بكرة إن شاء الله بيقول: السيسي، بداية التقويمين الهجري والقبطي معناه رمز لوحدة المصريين. أبرزت الجريدة في منشط عددها بكرة تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري سواء مسلمين أو مسيحيين، وده بمناسبة التقويمين الهجري سنة 1440 والقبطي 1735 اللي بيجوا بالتزامن مع بعض. وأكد كمان إن المناسبة دي بتؤكد وحدة الشعب المصري، وإن احتفال مصر ببداية التقويمين الهجري والقبطي بيعد رمزية جميلة ودلة على وحدة هذا الشعب واحتوائه لكل تنوع واختلاف، وبيزيدها القوة وثراء كل عام، وجمعنا بخير وأمان. هنتقل لجريدة أخرى وهي جريدة الدستور. أبرزت الجريدة منشط رئيسي بيقول: مصر بلا فيروس سي في 2020. الصحة بتقول: المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الغير سارية بتنطلق أكتوبر المقبل. فتفاصيل المنشط أكدت الجريدة على إطلاق وزارة الصحة الدورة التدريبية الأولى للمبادرة الرئاسية، وده للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. قالت كمان إن الوزارة بتتعاون مع منظمة الصحة العالمية كمراقب خارجي ودعم فني، وأكدت إن المبادرة هيتم تنفيذها إن شاء الله على 3 مراحل ابتداء من شهر أكتوبر اللي جاي، وإنها هتستمر في فحص المواطنين لمدة 7 شهور في جميع المحافظات، وده بتكلفة إجمالية 130 مليون دولار. وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كمان إن المبادرة هتشمل فيروس سي والأمراض الغير معدية زي الضغط والسكر والقلب والسمنة، بالإضافة كمان إلى الكشف المبكر عن التهابات الأعصاب الطرفية. وأكدت وزيرة الصحة إن بحلول عام 2020 إن شاء الله مصر ستتخلص نهائيا من فيروس سي. ننتقل مع حضراتكم لجريدة الشروق. اهتمت جريدة الشروق في منشط عددها بكرة بإطلاق وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد المرحلة الأولى من المسح القومي لفيروس سي والأمراض الغير معدية، واللي هيبدأ في شهر أكتوبر اللي جاي. نقلت الجريدة كمان الخبر في المؤتمر اللي عقدته الوزيرة النهاردة للإعلان عن تفاصيل مشروع المسح القومي لفيروس سي، وقالت عنه إن المرحلة الأولى هتستهدف 17 مليون مواطن، بالإضافة إن هيتم تخصيص خط ساخن لتعريف المواطنين بأقرب مكان للفحص، وده للتيسير عليهم في تقديم الخدمة والكشف الطبي. نروح مع حضراتكم لجريدة الوفد. من الأخبار المبشرة والإيجابية، أبرزت جريدة الوفد في منشط عددها بكرة تصريحات للدكتور تيار الملا وزير البترول بيقول فيها إن في شواهد بترولية جديدة في الصحراء الغربية. تفاصيل المنشط بيقول وزير البترول إن الصحراء الغربية فيها شواهد بترولية جيدة، وده وفقا للدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية اللي تمت بالمنطقة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعي. وقال الوزير كمان إن نتائج الدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية بتعتبر عامل جذب للشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات وحفر أبار استكشافية لزيادة الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي
في المنطقة. نروح مع حضراتكم لجريدة المصري اليوم. جريدة المصري اليوم اهتمت في منشط عددها بكرة بقرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وده بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقع إلكتروني وقناة فضائية. نقلت الجريدة كمان عن بيان اللجنة نتائج تحقيقاتها والتأكد من قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية ودعم الحراك المسلح وتهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، وده للإضرار بالاقتصاد القومي، بالإضافة أيضا لتمويل الأنشطة والعمليات الإرهابية. وحوالين تطورات المشهد الإعلامي اهتم عدد كبير من الصحف، وده بإعلان مجموعة إعلام المصريين أكبر المجموعات الإعلامية في مصر والشرق الأوسط عن تفعيل شراكتها الأكبر في العام الحالي، وتمكنت من إنهاء الاتفاق وشراء الحصة الحاكمة بنسبة 51% من أسهم مجموعة المستقبل. المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات والمالكة القنوات سي بي سي والاستحواذ عليها بهدف توحيد جهود تقديم خدمات إعلامية مميزة في السوق المصري والعربي، وده في إطار هيكلة جديدة بينتج عنها كيان أكبر بيستفيد منه المصريين وكافة متلقي الخدمات الإعلامية في المنطقة العربية. هنروح مع حضراتكم الأخبار الحكومة. هنبدأها مع حضراتكم بجريدة الأخبار. جريدة الأخبار بعنوان نشاط مكثف للمحافظين في الأسبوع الثاني، واهتمت الجريدة في الخبر بالمتابعات الميدانية اللي بيقوم بها المحافظين الجدد في محافظاتهم للأسبوع الثاني على التوالي. نقلت الجريدة نزول المحافظين لمتابعة المواقف العشوائية والتوجه بإزالتها والاستماع لشكاوى المواطنين، ده بالإضافة كمان لقرار بعض المحافظين زي محافظ الشرقية الجديد مثلا بإحالة وقائع فساد مالي وإداري للنيابة ولاتخاذ الإجراءات القانونية في إطار تصحيح منظومة المحليات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. اتعودتم مننا في فقرتنا الصحفية بنتابع مع حضراتكم جهود قوات الأمن في مختلف المحاور، خصوصا للتوعية بمخاطر لمنع دخول المواد المخدرة اللي بتقضي على عقول وصحة أبناء الشعب المصري. في السياق ده نظمت وزارة الداخلية ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان في معهد إعداد القادة بحلوان. الحضور من شباب الجامعات في معهد إعداد القادة بحلوان شاهد واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن أبرز قضايا المخدرات التي تم ضبطها والأضرار الناجمة عن تعاطي كل مخدر على حدة في إطار جهود خفض الطلب، والذي يأتي تزامنا مع جهود المكافحة من خلال حملات التوعية التي تستهدف الشباب. بنشتغل على جزئين، مكافحة العرض أو محورين، مكافحة العرض ومحور خفض الطلب. ده جزء من خفض الطلب اللي هو التوعية، ودي يمكن فرصة عشان نتواصل مع الشباب بحيث ان هو يقدر ان هو نغير له مفاهيمه ونغير له رؤيته عن المخدرات، نبتدي نوعيه عن الانواع الجديدة للمخدرات المستحدثة. ويمكن من اهتمامات السيد الوزير هي جزء التوعية بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقيقة في وزارة الداخلية وصندوق مكافحة الإدمان. احنا عملنا الأسبوع ده حضرتك للتوعية ضد أخطار المخدرات من تعاطي أو إدمان أو إتجار، وتوعية كاملة عن أخطار المخدرات تحت شعار أنت أقوى من المخدرات. فالحقيقة شكر موصول لوزارة الداخلية إدارة مكافحة المخدرات على هذا التواجد.
التوعية مطلوبة للشباب. حضرتك حضرت معانا النهاردة استجابة الشباب. فعلا شبابنا متعطش للمعلومة الصادقة الصحيحة. خلال المحاضرة التي تفاعل معها الحضور، بدأ الشباب في التساؤل متعطشا إلى مزيد من المعلومات عن أضرار المخدرات ليتجنبوها، فهم خير سفراء في جامعاتهم لتوعية المزيد منهم للابتعاد عن هذه السموم والتي تستهدف عقولهم، كما اطمأنوا إلى أن لديهم حائط صد منيع يصعب اختراق تجار السموم له، وهي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. استفدت النهاردة أن أنا بدأت اتعرف على الطرق اللي بيدخل بيها المخدرات دي او السموم دي البلد. كمان اتعرفت على اضرار الحاجات دي بالنسبه لجسم الانسان، ان هي بتعمل فيه ايه بعد كده، اضرارها مستقبلا، عشان نقدر نعمل حملات توعيه للطلاب الجامعه، عشان حاليا الحاجات دي بتخش لهم اكتر، بتدمر فكرهم. السوشيال ميديا بدات تقرب لهم الحاجات دي، طب اجرب، طب اعمل كذا، طب انا اتفرجت على كذا ده بيعمل كذا. حب المعرفه وحب الاستطلاع بيخلي كل واحد عايز ان انا لا اجرب ده عشان اعرف بيعمل ايه. فلا بدا يبقى عندنا النهاردة من الندوة ان لا، مش كل حاجة بتتجرب، مش كل حاجة بتتعمل. ابدأوا فكروا، ابحثوا، استخدموا السوشيال ميديا في حاجة صحيحة. هنشتغل كروسول للجامعات بتاعتنا للمكافحة، ولازاي ان احنا نقضي على المخدرات، او حتى لو بكلمة. الوزارة او الداخلية او الجهاز المكافحة مش هيقدر، هو يقدر يمنع من بره، لكن من جوه ده وظيفتي كشاب ان انا اوعي زمايلي، او انا انصح زمايلي اللي هم يبعدوا عن المخدرات وانا ابعد عنها. الحملات اللي بيقوم بيها سواء الجهاز او الدوله بشكل عام هي حملات منظمه تماما، وبتحتاج دايما الجهد والتدعيم من المجتمع ككل للقضاء على هذه الظاهره. شباب هم مستقبل الوطن الذي يستهدفهم تجار السموم، تكثف لهم حملات التوعيه من قبل اجهزه المكافحه بوزاره الداخليه في المدارس والجامعات واي تجمع شبابي للحفاظ عليهم والابتعاد بهم عن براثن الادمان. النهاردة بتحل الذكرى 17 لحدث غير في خريطة العالم السياسية بصورة كبيرة جدا، وأدى لانتشار مفهوم الإرهاب العالمي. زي النهاردة العالم كله شاهد وقائع تفجير يعني برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي راح ضحيته ما يقرب من 3000 شخص. وبدأنا نسمع بقى عن وجود تنظيمات إرهابية عابرة للدول والقارات زي القاعدة واللي كان بيزعمه أسامة بن لادن. أعددنا لحضراتكم تقرير عن ذكرى أحداث 11 سبتمبر، تعالوا نتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أحداث غيرت وجه العالم ولا تزال تداعياتها ماثلة حتى يومنا هذا. إنها أحداث 11 من سبتمبر التي تمر 17 عاماً على ذكرها، والتي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، حيث استطاع 19 شخصاً بقيادة المصري محمد عطا من تحويل اتجاه 4 طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأربعة أهداف محددة نجحت 3 منها، وتمثلت في برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وبعد قرابة 10 سنوات على هذه الأحداث، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثأر لآلاف الضحايا بإعلان مقتل أسامة بن لادن العقل المدبر لها في أحد المدن الباكستانية. ومع ذكرى هذه الأحداث تتراءى في أذهان الجميع صور الطائرات التي ارتطمت ببرجي مركز التجارة العالمي وما نتج عنها من مشاهد قاسية، خاصة صور هؤلاء ممن فضلوا الموت بالقفز من البرج على الموت حرقاً. فهذه الأحداث المأساوية والمشاهد القاسية نتج عنها سقوط قرابة 3000 شخص، فضلاً عن آلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة. وفضلاً عن الكوارث البشرية، فساهمت الهجمات الإرهابية في حدوث خسائر مادية كبيرة للاقتصاد الأمريكي آنذاك، حيث قدرت إجمالي تكلفة الهجمات ب 200 مليار دولار، وانهارت أسواق الأسهم والعملات، كما أغلقت بورصة نيويورك حتى يوم 17 من سبتمبر، وبعودة التداول فقدت مؤشراتها بنحو 7%، مسجلة أطول موجة خسائر يومية على مدار تاريخها. هذا بالإضافة إلى ما أحدثته هجمات 11 من سبتمبر في تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية الخارجية، واتخذت واشنطن هذه الهجمات ذريعة للتوغل بالشرق الأوسط، حيث أعلنت الحرب على الإرهاب، وأصدر الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش قراراً بالحرب على أفغانستان وإسقاط نظام حركة طالبان، والحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين، وهي الحروب التي شهدت جرائم فادحة من قبل الإدارة الأمريكية
من بينها على سبيل المثال الحصر ما شهده معتقل غوانتانامو من تجاوزات غير إنسانية في حق المعتقلين، هذا بالإضافة إلى آلاف الضحايا الأبرياء. أمان إبراهيم، الحياة في مصر. ودلوقتي وصلنا مع حضراتكم للتقارير اليومية اللي بنعدها لحضراتكم حول أبرز ما رصدناه النهاردة في مواقع السوشيال ميديا من تعليقات وصور وفيديوهات منتشرة على مواقع السوشيال ميديا، منها انتشار صور وفيديوهات من حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حسين السيد اللي حضره عدد كبير جدا من زمايله زي محمد صلاح وسعد سمير ووليد أزارو. تعليقات وأخبار متنوعة من مواقع السوشيال ميديا هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين اننا نقدم لكم كل جديد. بعد انتشار خبر زفاف بنته على الفنان محمود حجازي، نشر الفنان شريف منير على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور الزفاف وكتب ألف مبروك يا أسمى ومبروك يا حجازي، ربنا يسعدكم ويرزقكم بالذرية الصالحة، تحياتي أبوكم شريف منير. ونشر بوست كوميدي بصورة ليه وهو بيكتب كتاب بنته وصورة ليه وهو في مشهد من كتب كتابه في فيلم عريس من جهة أمنية مع الفنان عادل إمام وكتب الدنيا دوارة، وتفاعل معاه جمهوره بالتعليقات بيباركوله بيها النور على زواج بنته. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل زفاف لاعب النادي الاهلي حسين السيد اللي حضره عدد كبير من نجوم الرياضه منهم محمد صلاح وسعد سمير ووليد ازارو واحمد فتحي وعماد متعب وفريق النادي الاهلي بالكامل، واحيا حفل الزفاف الفنان تامر حسني. بعد انتشار خبر خطوبة الإعلامية رضوى الشربيني على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت عن صمتها وردت على الصفحة الخاصة بيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت في الوقت اللي طلبت فيه أجازة يومين علشان أمي كانت بتعمل عملية كبيرة، الناس طلعت علي إشاعة خطوبة وجواز ملهاش أي مجال من الصحة، يعني كان في ناس بتقولي مبروك وأنا أمي في المستشفى بتعمل عملية، كفاية أرجوكم. وعلى الحساب الخاص بيها على موقع انستجرام سألتها واحدة من متابعيها في تعليق عن خبر خطوبتها وردت رضوى عليها وقالت لها إن دي إشاعة. رحاب عز الدين، الحياة في مصر. وفي آخر تقريرنا في فقرة الصحافة هنروح معاكم لمتابعة أبرز اللقطات الغريبة والطريفة اللي تداولها مستخدمي الإنترنت والتواصل الاجتماعي، منها قيام طيار في شركة الخطوط الجوية الأمريكية بشراء بيتزا لجميع ركاب الطائرة اللي غيروا وجهة سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية. لقطات مختلفة ومتنوعة هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير القادم. لقطات غريبة وأخرى طريفة حريصين إننا دايماً في برنامج الحياة في مصر نرصدها ليكم. اشترى طيار بشركة الخطوط الجوية الأمريكية بيتزا لجميع الركاب اللي على الطيارة اللي غيروا اتجاه سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية وخابت أملهم بسبب فشل الرحلة، وأثرت اللفتة الإنسانية دي في زملاء الطيار والعاملين بالمطار وخاصة المسافرين. في أيسلندا قررت الإدارات المحلية للمدن ترك علامات ملموسة في حياة سكانها وسائحيها عن طريق استبدال مصابيح إشارات المرور الحمراء بأضواء جديدة على شكل قلب علشان يفكروا الناس ويشجعوهم على الابتسامة. في الولايات المتحدة مشهد مؤثر جدا للاعب كرة قدم ظهر فيه هو بيتبرع بحذاء لراجل قاعد في الشارع مش عارف يمشي بسبب حذائه التالف، وحقق المشهد ده أكتر من 200 ألف مشاهدة وإعجاب أكتر من 11 ألف شخص. رحاب عز الدين، في الحياة في مصر. في كده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية، نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في أحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف. سلام عليكم.